اولا خصنا نعرفوا اسباب ديال الامساك ونتفاداوها. الفطور والسحور خصهم يكونوا غنيين بالالياف الغذائيه. ناخذوا شلاده في الفطور وناخذوها في السحور، نقلوا من اللحم، نكثروا من الحبوب الكامله ونكثروا كذلك من الماء ومن السوائل. القطاني مهمه، ممكن ان ناخذوها في الفطور كيف ممكن ان ناخذوها في السحور. الفواكه الجافه كذلك مهمه، ممكن تخاذ في الفطور تخاذ في السحور وتخاذ في الوجبه البينيه. مريض الامساك خصو يتفادى ما امكن انه ياخذ الكافيين ويتفادى ما امكن التوتر. طبعا الرياضه مفيده بزاف لمريض الامساك، يحاول يعمل على الاقل المشي واحد نص ساعه، ساعه ونص حتى لساعتين من بعد الفطور.